الأسبوع المعمورة قيمتم صباحا مساءا على مدار الأسبوع كيف ما عودناكم نعود بحلة جديدة بمواضيع جديدة فتحية لمشاهدينا الأوفياء برنامجنا كما جاء الحواري بدون قناع نستضيف الليلة بمناسبة انطلاق موسمنا الجديد شخصية لها الفضل في ولادة البرنامج نعم هو اللي حس بالروحة هو اللي حس بالزحمة وكان القابلة وباش ما نطولش عليكم نخليه يعرف نفسه شكرا لمشاهديكم وتحية مني خاصة من بلاطو التصوير لكل المشجعين الحقيقيين اللي في الحقيقة في الحقيقة صعيب نتكلم على راسي عفين كنعتذروا لمشاهدينا ما شفناش واحد القضية أن الطفل ديالنا هو إنسان خجول اختصارا هو من مواليد مدينة الحاج نخليه يعرف بها الحاج تقليد يا ترى الله من المناظر والجمال ولكن جمالية الموقع لما عندش مدن مشهورة اللي كتحس بها انك مخنوق الحاج الجبل كتحس بها ولا كتك جمال ديال المدينة وسكونها بلوني بالحرف واللون بسط ناسها وانفتاحهم علموني الفكاهة حب المدينة بيه ترجيت عليها هم يحاربوني عديانا بالسفاهة والسفاهة أنا ماشي أستاذ أنا إنسان عادي هناك يعني ناس اللي كيحترموني كيغوتوا لي شكرا أستاذ نعم فأنا فنان هو سؤال أستاذ زعما أنت واش ما زيدش في خرات ها شوية أنت تشكي أنت مغني موسيقي أنت دا أنت صحفي أيوة أنت ممثل وأنت كوتو سويس إيماني بالحرية في الإبداع ووضع حدود وأهداف نبيلة كتخلي الإنسان يعطي للآخر يبدع للآخر من أجل الآخر ليس من باب التباهي نعم هو واحد الحالة لا تفسر ولكن المبدعين كيعرفوها الفنانين كيعرفوها نعم فعلا هي مسألة قناعات في الحياة فعلا واش يمكن لك تعرف لنا تكلم لنا على البرنامج شوية تقربوا للمشاهدين أكثر نعم الإعطاء صورة مقربة لبرنامجنا هو برنامج ترفيهي فكل تشابه مع الشخصيات المستضافة وشخصيات من الواقع فهو محض الصدفة نعم شكرا البرنامج قد تتخلله بعد مشاهد العنف الهزلي فيرجى ألا يتبع من طرف العنقود الضعيف لبنية حسنة فأهلا فهناك مواضيع كثيرة الحلقة الجاية إن شاء الله
تقدر تكون العنف الأسري والعنف ضد المرأة. فهناك مراسلين مشتين الحمد لله سوف نتلقى اتصال خارجي من مراسلتنا بطوكيو، فبعد قليل سيتم الاتصال لأن مخرج البرنامج في انتظار الاتصال مع مراسلتنا بطوكيو السيدة فاتوشيا لو شان كروشويل. نعم، أهلا سيدة فاتوشيا، شكرا. هناك صعوبة في الاتصال. نعم، فالسلطات طوكيو تمنع الفيديو حاليا، ولكن على فوتوشيا شيء نصمت شوي شتاء شان البرد شتاء يعني نعم هانتين يونتين تيجين ترجمة يعني قلت واش انتي نشطة شتاء اوكي سيدة فاتوشيا يمكن لكم توجه السؤال مباشرة على الهواء أنت الآن مباشرة على الهواء هي فهمت باش كنقول لها داكشي القضية ديال الإعلاميين بيناتنا واش يمكن باش توجه سؤال للسيد منتج الحلقة منتج البرنامج بدون قناع نعم وان شان ياو داشو ابو دو لالي داسا جوي شيغو كي يدو ا ومان نوي دانيو اكيو داو تشالو نعم شكرا فهي بدورها كتشكرك استاذ دابا مراسلتنا في الطوشا واش يمكن لك دابا تقصي الاستاذ نعم شكرا وإلى اللقاء سيدة فاتوشيا لو شان كروشوي فإلى مراسلة قادمة إن شاء الله من طوكيو شكرا الاتصال سيدة فاتوشيا سؤالتكم أستاذ شنو هي استراتيجية القناة في إطار توظيف الكفاءات للسير العادل للأمور أعتذر زعما قمون واش بغيتي نصيفطك مراسل في الجبهة ديال الحرب مراسل في الجبهة الحرب ديال شوماجيستان مع زلطونوفيا احتاج يا استاذ الان ادخل لي التعبير ما كيسمحش يا جماعه ويمكن يدير لنا ازمه دبلوماسيه مع طوكيو ويتضامنوا مع الشناول وكاع القرار الاسيوية في اطار السوق في الحقيقة فكرة حسنة انا خفات هي القضية ديال الدبلوماسية وكشي اللي على بالك حقيقة هذا الاشهار في الغدر نلقيوك نعم فقط تكون نعمس اسم بزاف والموال والإرادات والإشعاع نعمس أنا ماشي وصولي أسيدي
نزيدو كمسؤولية أخرى وبريمة أخرى، رئيس الموارد البشرية. مشاهدينا الكرام، نصل الآن لنهاية الحوار في انتظار استقبال مراسلين آخرين. باسمكم جميعا نشكر ضيف الحلقة والشيف. إلى اللقاء. بالدار الجمهور والشيف. ياش تيزلك الانسان يا قلت لها دابا قدام المشاهدين انا هو كل شيء لا رتبه اسمع نقل كوديناتك سيدي الا بغيتي تشوفني خصك تطلب رونديفو السعيده في طوشيا اجي وكوري اشوف داك الميكسو راه الا قطعتي هادشي نقطع عليك الرزق من بعد غادي نبقاو ندوزو للاشهار ان شاء الله فشكرا للجمهور والى اللقاء في انتاج اخر في الحلقه الثانيه اللي غتكون كما قلت العنف موضوع العنف وغتعاد الحلقه اللي دارت في البت جيبي وشكرا وإلى اللقاء مع وتحية طاقم قناة دشوار فالصورة أنا أعود بالله وقوتين الميكساج هو الإنارة أنا الجينيريك والحوار والمسؤوليات هو